نعم، أهلا بكم وبقناتكم الموقرة وجمهوركم أهلا الكريم. بك. حقيقة موضوع أكو قبل هذا الموضوع أكو نسب واضحة مشتركة يعني بخصوص الأنهر اللي يعني اللي تشترك بها الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي 42 نهر ومجرى دخلت ضمن اتفاقية الجزائر أكيد، ومقسمة إلى أقسام، منها شط العرب ومنها ما يخص الأنهار، وخرائط واضحة أيضا من كلا الجانبين. فقط السليمانية 11 نهر منبعه من إيران ومصبه بالعراق، عندنا في ديالى أيضا مشتركات من الأنهر، في الكوت، في العمارة، في البصرة. إذن يعني المناسيب الآن حقيقة منذ 4 أيام كما تفضل يعني تقريركم بدأت يعني تقل شيئا فشيئا وتتأثر، وهذا حقيقة يرجع سلبيا على المواطن البسيط. اتفاقية الجزائر حقيقة تنص على وجود يعني مشاطئة، اتفاقية يعني أنهار، الاشتراك في معالجة الفيضانات. لذلك يجب أن تكون هنالك وقفة أمام من يتصدى للمشهد السياسي في العراق، وخصوصا وزارة الموارد المائية كما تفضلتي، وأيضا حكومة السيد السوداني هي يعني في مواجهة مع المواطن البسيط، ومن خلال علامات استفهام كثيرة تتعلق بقطع المياه كما تفضل تقريركم. سيد علي، إلى أي مدى تتفق مع القول أن المنظومة الحاكمة في العراق تخضع لإيران، لذلك لا تستطيع الرد عليها في مجال المياه وبقية القضايا؟ يا سيدتي، المشكلة هنالك تخبط في يعني الواقع السياسي. أنا أتكلم عن وزارة الموارد المائية، يعني الآن يتكلم أحد المسؤولين أنه قطع المياه على نهر الزاب، وقبل أسابيع يخرج وزير الموارد المائية ليبشر الشعب يعني العراقي أن هنالك إطلاقات مائية ومياه بدأت تتدفق من على نهر الكارون، أي أن الجمهورية الإسلامية فتحت الإطلاقات المائية بما يخص نهر الكارون، وبذلك يعني ستكون هنالك يعني مياه ومردودها أيضا إلى وصولها إلى شط العرب. فهذا تخبط يعني من جهة، هناك قطع، ومن جهة أيضا في أحد التصريحات لوزير الموارد المائية يتكلم عند ذهابه مع رئيس جمهورية العراق، قال تكلمنا بشكل واضح وكانت هنالك تفاهمات بخصوص المياه والإطلاقات المائية، وما نتج عنه هو إطلاق المياه على نهر الكارون. فهنالك تخبط وفوضوية حقيقة في العمل يعني من خلال وزارة الموارد المائية، نعم لم تكن هناك شفافية واضحة بهذا الأمر. نعم برأيك سيد علي، هل التوجه إلى المجتمع الدولي هو السبيل الأفضل للعراق في ظل ظروف العراق الراهنة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا اتجاه إيران وتركيا؟ يا سيدتي الكريمة، إذا كان المشكلة في الداخل العراقي فلماذا نذهب دوليا؟ يجب ان تكون هنالك تفاهمات في الداخل العراقي، وان تكون هناك خندق وجبهه واحده، ومن ثم الذهاب بشكل مباشر الى الجمهوريه الاسلاميه في ايران والى تركيا، وحتى هنالك علاقات مشتركه تخص المياه الجوفيه مع الكويت او مع السعوديه. لذلك يجب ان تكون هنالك يعني مخرج واحد وتفاهم من قبل الساسه في العراق، حتى تكون هناك جبهه واحده، ومن ثم الذهاب بإلقاء الحجج على جمهورية إسلام في إيران أو حتى على تركيا للخروج بالنتائج من خلال جلسات الحوار. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد علي الإسباهي، كنت معنا من بغداد، شكرا لك على هذه المداخلة.